ديال الصالح السنة كيفاش فرقوه ووزعوه وتركوه المستفيدين الحقيقيين يصرخون ويطرقون أبواب الإدارة دون مجيب. أنتم كتلاحظوا بأننا واقفين قدام البرلمان اليوم اللي التاريخ ديالو 21 شتنبر. أنا قادمة دابا للتو من اللقاء الوطني اللي نظمته جمعية هيئات المحامين بالمغرب اللي هما مستائين. انتم تتعرفوا الدور الكبير اللي يمكن يلعبوه المحامون والقضاة باش نبنيو دولة الحق والقانون، باش يوصلوا المغاربة الحقوق ديالهم وباش تصن الحريات ديالهم ونوصلوا حتى حنا للمواطنة الكاملة ونكونوا كلنا متساوون امام القانون. الا كان المطلب ديالنا كلنا انه نعيشوا دولة الحق والقانون، دولة ديمقراطية باش تصن وتضمن الحقوق ديالنا والحريات، ومطالبين احنا باصلاح منظومه العداله ككل. الا اننا كنشوفوا بان الوزاره غاديه في واحد الاتجاه اللي هو خاطئ. اولا دوزوا المسطره ديال القانون المدني، هذه المسطره هذه كتضرب المحامي والمحاميه وكتقول بانه اليوم راه حنا عندنا 5 مليون القضايا اللي كتنزل قدام المحاكم كل عام، ويلا عندنا 3500 قاضي، اذا خصنا نكركبوا هذا الشيء الهاجس ديالهم ودوا القضيه بسرعه، ماشي الجوده ديال المحاكمه واننا نحق الحقوق ديال الناس. ولهذا ضربوا المحامين، قال لك اسي الا عندكم شي دعوه ولا شي حاجه سيروا مباشره للمحكمه. نساو بان كاين الاميه، نساو بان كاين الظلم، نساو بان كاين الفساد، نساو بان كاين البزنسه. انا غنبقى نتلاوح قدام باب المحكمه، بالعكس المحامي هو اللي كيوريني الطريق، هو اللي كيفسر لي ويعطيني استشاره قانونيه ويوضح لي وكيوصل الملف ديالي مقاد قدام القاضي اللي كنتمناو انه يحكم بالعدل ويصون الحقوق. اذا هذا القانون ديال المسطره المدنيه دوزوه في البرلمان. البرلمان عارفين 40 برلماني راهم دابا مقبوطين، اللي في المخدرات واللي في الفساد واللي نهبوا الاموال، وباقيين وحدين اخرين حتى هما جايين لهذه المؤسسه غير باش يسخروا المؤسسات ديال الدوله من اجل اثراء غير مشروع لهاد الناس. منين جاوا حيدوه المشروع ديال تجريم لاثراء غير مشروع، زعما اللي تغنى بطريقه غير قانونيه انا نجرموه، حيدوا ذاك المشروع. ولهذا راه المشروع دوزوه هنا في البرلمان اللي هو ضعيف، غرفه تسجيل ما كيشرعش بواحد الروح وطنيه ورعايه المصلحه العامه. مع كل الاسف دوزوا المسطره المدنيه، وراه دابا مشات مجلس المستشارين كنتمناو يعدلوها ويجيبوها لنا، والا راه غادي المحامون كيقول لك غنمشيو للاحتكام ديال الملك. الا كانوا هاد الناس كيشرعوا بدون مراعاه المصلحه العامه راه خطير هاد الشيء. المسطره المدنيه راه خصها تسهل علينا التقاضي ونوصلوا للقضاء. واليوم جاو المشروع ديال المسطره الجنائيه، المشروع ديال المسطره الجنائيه اللي كاينه اليوم وقفه قدام البرلمان، منظمها الجمعيه الوطنيه الجمعيه المغربيه لحمايه المال العام، جا وقال لك اسيدي في هذا المشروع اللي جايبين انه داروا الماده ثلاثه كيقيدوا فيها حتى النيابه العامه. كيقول لك النيابه العامه تسنى تجيها الدوسيم كامل من عند المجلس الاعلى للحسابات ولا جهه اخرى، ما يمكنلاش هي الا بانت لها شي خروقات وسرقه المال العام وشي فساد تمشي مباشره للوكيل الملك. هذه من جهه. ثانيا في الماده 7 كيقولوا بان الجمعيات ديال المجتمع المدني اللي هي اللي طورت جميع الدول اللي تقدمت لان ناس شرفاء وكيدافعوا على الحق وكذا، قال لك هذوك الجمعيات ما عندوش الحق يدخلوا في داك الشيء الفساد، شوفوا اسكت وغمض عينيك. قال لك هما اللي غادي يتكلفوا بهذا الشيء هذا، وهذا الشيء ماشي معقول. ولهذا الجمعيه المغربيه ديال حمايه المال العام واقفه اليوم. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.